مشاهدة على أرضية الميدان بالماجيك وقلب الشهيد الملك عباس بن كفر كنا أبو محمد المدربين استبلات على أبو جبل القيادة لأياس أبو جبل صدام المبين أيضا على أرضية الميدان بالفريق المبين الملك ياسر سواد أبو أسامة مدرب أحمد مجدوب القيادة ستكون لعبد الأصيبي أياس أبو جبل على صوت قلب الأسد بن ماجيك وقلب الشهيد الملك بن عباس المدربين الصبلات أبو جبل القيادة لأياس ابو العدنان ابو العدنان هاي قدر تدري قدر صدام المبين انطلق ايضا بعملية الاحماء مع عبد العصيبي هناك عمل تدريبي ايضا لقدر البريق ثلاثة شهر ان شاء الله نصف نهائي وفعلا ينطلق الشوط الثالث عشر على بركة الانطلاق موفق لهذه المجموعة مسك الختام صدام المبين مع عبد العصيبي ينتزع الصدارة من البداية قلب الاسد للمراتب الثانية مع ياس ابو جبل ما شاء الله تبارك الله الاحسن في مجموعة واحدة صدام المبين مع عبد العصيبي ما يزال متصدر عن قلب الاسد مسافة الطول ونصف الطول الاحسن دخلت المنعطف الاول وما يزال صدام المبين متصدر قلب الاسد مع ياس ابو جبل يحاول تخليص الفارق ويقترب شيئا فشيئا الاحسن ما بين الملاعبين بقبال الدخول على الخط المستقيم ما شاء الله تبارك الله من الداخل نرى صدام المبين ومن الخارج قلب الاسد مع ياس ابو جبل الاحسن على الخط المستقيم نزاع كبير مثير مرير على صداره هذا الشوط قلب الاسد وصدام المبين قلب الاسد وصدام المبين يا سلام من الداخل صدام المبين من الخارج قلب الاسد صدام المبين بالمرتبه الاولى مع عبد العصيبي وقلب الاسد بالمرتبه الثانيه مع ياس ابو جبل الف الف مبروك لياسر حجيرات ابو اسامه مبروك لاحمد مجدوب المدرب لهذا البطل ما شاء الله تبارك الله انا وانا مثلك يعجبني يفعل لوقا انا مثلك يعجبني صدام المبين ما شاء الله تبارك الله يهيمن على هذا الشوط مع الفارس الكبير عبد العصيبي مبروك المبروك احمد المجدوب مدرب هذا البطل بهذا الشوط مبروك للعم ياسر سواعد ابو اسامه الف الف مبروك ابو الياس يسلم كاس المرتبه الاولى لصدام المبين الف الف مبروك عبد العصيبي وصدام المبين شوي 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 مبروك ابو اسامه مبروك ما شاء الله صدام المبين مع عبد العصيبي I'm gonna make you mine.